هلو ايفريوان، اليوم جايبت لكم برودكت من كاسيو غير شكل، كالكوليتر JW200SC. خليكم معنا. شايفين هالكالكوليتر بيطلع مع المانيول بأكثر من لغة، من الإنجليش، العربي، البرتغيز، وكتير كمان لغات تانية. طلعوا لي على هالكالكوليتر. أول شيء فلكسيبل، الأبر بارت تبع الكالكوليتر بتطلعوه وبتنزلوه بسهولة وبطريقة اللي بتناسبكن أثناء الحسابات. فيها سولر وبطارية، والLCD سكرين هالمرة جاي أكبر وبعدة ألوان. كاسيو هالمرة اشتغلت كتير على الكبسات تبعه للكالكوليتر بطريقة المستخدم فيه هو عم يستعمل الآلة الحاسبة ما يضطر انه يتطلع على الكالكوليتر. واللي بيميز هيدا الكالكوليتر عن غيره من الكالكوليترز انه فينا نضبط فيها شغلتين، الضريبة وسعر الصرف. الكالكوليتر سمحت لنا انه نضبط 4 أسعار للصرف. هلأ انا اوريدي حطيت على C2 العملة اللبنانية، وبدنا نحط على C3 عملة اليورو. عملة اليورو is equal to 0.856. رح نكون عم نكبس على الـ MEX، بعدين حنكبس على الـ AC، رح نكبس على Set ونضلنا ضاغطين، حيطلع لنا Set Exchange. رح حط على C3 وبعدين بحط قديش الأماونت هو 0.856. نرجع نقول Set and it's done. عنا 50,000 ليرة لبنانية، بدي حولها من اللبناني للدولار، وبدي ارجع حولها من اللبناني لليورو. اللي بصير انه بكبس على C2 اللي انا حطيت عليها عملة اللبنانية، وبرجع بحط على C1 اللي حطيت عليها عملة الدولار. بيطلع معنا انه اللبناني بيعمل بالدولار 33.18 دولار. هلأ بدنا نرجع نحط 50,000، وانا حطيت اللبناني مثل ما قلت لكم على C2، وبدي ارجع حط على C3 اللي ثبتت عليها اليورو. بيطلع معي الجواب 28.40 يورو. ولحتى ثبت سعر الضريبة رح أكون عم استعمل التاكس ريت. أول شي بنكبس على الاي سي، بنرجع بنعمل ست، بنضلنا ضاغطين، بيطلع لنا فوق كلمة ست. بكبس على التاكس ريت وبحط 11% اللي هي سعر الضريبة عنا. كل واحد في حط سعر الضريبة اللي ببلده، وبرجع بحط ست مرة تانية، وهيك بتكون ثبتت. لحتى نعمل عملية حسابية سريعة ونتأكد انه الرقم مظبوط، بنحط خلينا نقول 14، بنحط تاكس بلس، بتزيد الضريبة اوتوماتيكلي وبتصير 15.54. خلينا نقول بدي نقص من الاماونت ضريبة، بحط 14 بحط تاكس ماينس، بتصير 12.61. هيدا كان كل شيء لحلقتنا اليوم، بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، شير، سبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. باي.